أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملتها الرمضانية أهل المعروف، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين جميع مكونات المجتمع البحريني وتلبية احتياجات المستحقين وسد احتياج حالات معينة في مملكة البحرين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مساء الخير دكتور، ونبارك لك بالشهر الفضيل. دكتور، لو تطلعنا على أهم مبادرات المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك والحملات الخيرية التي تقوم بها لمساعدة الأسر المحتاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على الاستضافة ودعمكم المستمر، يشرفني في البداية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي جلالة الملك وإلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية. سائل الله العلي القدير أن يمن على مملكة البحرين وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وإن شاء الله نلتقي دائما خير وأمان. خلال شهر رمضان المبارك تقوم المؤسسة تحت قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالعديد من البرامج اللي تنمي موارد المؤسسة واللي يعني تطور أعمالنا. فلازم تتخيلون بالنسبة للمؤسسة الملكية اللي تراعي الأيتام، شهر رمضان مثل شهر الصيف بالنسبة لشركات السفر والسياحة، من شهر نكون فيه مشغولين جدا لأن التجار يحسون بالجوع وبذلك يعطفون على الفقراء، والناس العاديين يبغون الأجر وبالتالي يتبرعون. فإحنا لازم نكثف جهودنا، وعندنا الكثير من البرامج. نبدأ بصرف مكرمة جلالة الملك حفظه الله لشهر رمضان المبارك لكل يتيم وأرملة مكفولين، لعد تقريبا 11,000 يتيم وأرملة. نقوم بتوزيع سلال غذائية رمضانية لأسر الإحرام للأيتام، تنظيم الإفطار السنوي للأيتام مع سمو الشيخ ناصر، وبعدين الكثير من البرامج، 9 برامج كلها تصب في مصلحة الأيتام وتقوية معنوياتهم والاجتماع معهم وإعداد برامج اجتماعية وثقافية جدا جميلة لهم. الشيء اللي أحب أتكلم عنه، طبعا بالنسبة للتبرعات سهل نفسنا للمواطنين بالتبرع أحبه بالطريق الإلكتروني عن طريق بنفيت الرسائل النصية ولتقديم دعم إلى آخره. بس في الوقت القصير اللي عندي، سمو الشيخ ناصر دائما يطلب من نقدم برامج إبداعية في صالح الأرامل والأيتام، والبرامج الجميلة اللي دشناها كشيء يعني مبدئي الآن، برامج تجريبي، إعداد مطبخ إنتاجي لصالح الأرامل الأيتام، حيث الحين ننتج في رمضان 350 وجبة يومية لإفطار صائم. نعم. ندرب 15 متدربة من الأرامل، ممكن في المستقبل يحصلون على أماكن في محلات أخرى، وإضافة بمشاركة في المولات التجارية بمنتوجات الأرامل الأيتام. فالحمد لله برامجنا كثيرة، دعم جلالة الملك كبير بالنسبة لنا، تجربة فينا خير اللي جمعنا فيه 100 مليون وزعنا قبل سنتين مهر رمضان اللي قبله على 1,600,000 شخص، وتوزيع 10,000 حاسوب ومساعدة 15,000. والبرنامج اللي عندنا الآن استمرار أيضا لنفس الروح، روح تقديم أفضل خدمات لفئة هامة في المجتمع. نعم. وأشكر الجميع على دعمهم. نعم دكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.